في خطوة تمثل انفتاحا على تجارب حقوق الإنسان المتميزة والتواصل مع عدد من القامات القانونية والدينية والفكرية في هذا المجال الذي صار يمثل بعدا رئيسيا في المنظومة الدولية، تتواصل حاليا على أرض مملكة البحرين فعاليات الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية الذي يعقد برعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومشاركة ممثلي وزارات الداخلية والعدل والإعلام والشؤون الاجتماعية في الدول العربية وهيئات حقوق الإنسان والنيابات العامة. ويعقد الملتقى تحت عنوان تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية، وتنظمه وزارة الداخلية ممثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويشهد الملتقى حضورا قانونيا مكثفا وجلسات عمل منتظمة والعديد من الحلقات النقاشية المتخصصة المبنية على محاور الملتقى الأربعة، وهي حقوق الإنسان في الأديان السماوية والمواثيق الدولية وتطبيقاتها في الأجهزة الأمنية، مع استعراض لعدد من التجارب الأمنية العربية في تطبيق حقوق الإنسان. ووسط حشد من المسؤولين بالمملكة وقيادات أمنية عربية ومفكرين ورجال دين رفيعي المستوى، افتتح الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الملتقى بكلمة عكست تمسكا بحرينيا بحقوق الإنسان منهجا وممارسة، حيث قال معالي وزير الداخلية: يطيب لي بداية أن أرحب بكم في مملكة البحرين، وأشكر لكم مشاركتكم في أعمال الملتقى العالمي الثاني للشرطة العربية والذي يأتي تحت عنوان تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية، حيث تأتي مناقشة هذا الموضوع الهام في إطار تعاليم ديننا الحنيف الذي حفظ حقوق الناس جميعا ولم يفرق بينهم. فنحن نعمل في ظل هذا النهج القويم والتزاما بما نص عليه الدستور البحريني والقوانين الناظمة له، وإننا نستلهم القدوة من إنسانية قادتنا حفظهم الله ورعاهم وطيبة أهلنا الكرام في ظل العادات الحميمة المرعية والتي تتسم بالتواضع والتواصل. وإن الأجهزة الأمنية جزء أصيل من هذه البيئة العربية المسلمة، وإنها تحظى بتقدير من الناس على مسلك منتسبيها الاجتماعي. كما حرص معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية على الحضور والمشاركة بالملتقى، معتبرا أن الاهتمام بحقوق الإنسان من مظاهر الرقي الإنساني والتقدم الحضاري، حيث قال: ولا شك أن من مظاهر الرقي الإنساني والعلو الحضاري الاهتمام الكبير بحقوق الإنسان، وكلما ظفرت قضية حقوق الإنسان بمزيد من البحث والتفصيل والتنظير والتفعيل والمتابعة والتطبيق دل ذلك على الجد وعلى السمو في إعطاء هذه القضية ما تستحقه. بل إنه ليس من المبالغة إذا قيل إن حقوق الإنسان هي قضية القضايا، لأنها تعني كرامة الإنسان وتكريمه، وقبل ذلك وبعده تعني تحقيق عبوديته لله عز وجل، كما تعني تحقيق العدل والإنصاف والبر والرحمة في كل شؤونه. وكان الحضور العربي واضحا في الملتقى، وجسده الدكتور محمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال كلمة استعرض فيها أبعاد التعاون الأمني العربي في مجال تعزيز حقوق الإنسان
وقال في كلمته: أيها الإخوة والأخوات، تدركون وندرك جميعا بأن حقوق الإنسان كفلتها الشريعة الإسلامية، ومع ذلك فإن هناك عدد من الأنظمة الوضعية والدراسات والأبحاث المختلفة التي سعت الجامعة إلى الاطلاع بمسؤولياتها فيها من خلال دراسات وأبحاث مختلفة في مجال الدراسات العليا، في مجال رسائل الدكتوراه والماجستير، وفي مجال التدريب في هذا المجال. وكان لنا تعاون كبير في هذا المجال، ويأتي هذا الملتقى العلمي كثمرة من ثمار الجهد والعمل الدؤوب للجامعة. كما كشف الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن جهود هذا الصرح الأكاديمي في إثراء مجال حقوق الإنسان فكرا وسلوكا، حيث قال: من دواعي السرور أن ينعقد هذا الملتقى حول تطبيقات حقوق الإنسان في أجهزة الشرطة في مملكة البحرين، التي جعلت من احترام حقوق الإنسان بعدا ثابتا في سياستها الأمنية، ومحددا أساسيا لتعاطيها مع كل القضايا الوطنية. وكان لها الفضل في تعزيز التعاون العربي في هذين المجالين الحيويين، مجال الأمن ومجال حقوق الإنسان، من خلال مبادرات بناءة اقترحتها في مؤسسات العمل العربي المشترك. فعلى صعيد حقوق الإنسان يعود إلى البحرين الفضل في اقتراحها إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي يجري الآن تركيزها في إطار جامعة الدول العربية. وعلى صعيد التعاون الأمني يتم في نطاق مجلس وزراء الداخلية حاليا تدارس مشروعين مهمين، كلاهما من اقتراح البحرين، هما تشكيل لجنة أمنية عربية عليا ووضع اتفاقية أمنية بين دول الجامعة العربية. المؤتمر الذي ينعقد على مدى 4 أيام تشهد مناقشاته جملة من الأبعاد والمحاور التي تؤكد في مضمونها أن حقوق الإنسان ذات منبع ديني واجتماعي وتربوي، حيث يرى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام الحرم المكي الشريف بالمملكة العربية السعودية أن حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية، وخاصة عقيدة التوحيد. هي الارتباط المجتمعي وتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين وللناس ولكل مستحقين هذه الخدمة. لكن رجل الشريعة أو عالم الدين لا شك من خلال المنابر الدينية، سواء كانت محاضرات، سواء كانت الخطب، سواء كانت دروس، كل ميادين التوعية هو شريك فيها. أما معالي القاضي مرشد علي عرشاني وزير العدل بالجمهورية اليمنية، فقد تطرق في ورقته إلى دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، واستهلها بالإشارة إلى أنه كلما تطورت الجماعة فإن ذلك يولد النزاعات، وبالتالي لا بد من وجود سلطة لفضها. وقال: فكتب عمر إلى عامله في سمرقند أن أهل سمرقند شكوا ظلما وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فاجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم، فإن قضى لهم فاخرج العرب إلى معسكرهم قبل أن يظهر عليهم قتيبة. فقام عامل سمرقند بتنفيذ ما أمر به الخليفة، وأحال القضية إلى القاضي جميع بن حاضر الباجي، فاستمع إلى الدعوة من أهل سمرقند وإلى الإجابة عليها من قائد جيش المسلمين، واستوفى إجراءات نظر القضية بسماع أدلة الإثبات. فلما تبين له بأن الدعوة صحيحة وثابتة، قضى بخروج جيش المسلمين من مدينة سمرقند إلى معسكرهم الذي كانوا فيه قبل دخولها. ثم بعد ذلك ينابذونهم على سواء، فإما أن يكون صلحا جديدا أو الحرب والظفر عنوة. فلما سمع قائد الجيش الحكم تهيأ للامتثال به والخروج،
فلما أدرك المدعون المحكوم لهم ذلك وعرفوا حقيقة العدل رضوا ببقاء الجيش وتنازلوا عن حقهم في التمسك بالحكم. وهكذا أيها الإخوة، كان العدل يحكم القوة، وكان أصحاب القوة يذعنون لحكم العدل، فأعزهم الله ونصرهم وخلد ذكرهم في العالمين. وضمن الأوراق العلمية بالغة الأهمية جاء الطرح الذي تقدم به النائب العام في مملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البعينين من خلال ورقة عمل تحت عنوان ضمانات المتهم والمشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات، حيث أوضح أن أساس حقوق المتهم هو الدستور، وقال تتجلى أهمية حقوق المتهم حين تمارس السلطة المختصة في الدولة إجراءاتها من خلال الجهات الشرطية، إزاء الأفراد في مجال تطبيق القانون الجنائي وما يفترضه ذلك من أقصى درجات الاحتكاك ما بين السلطة والفرد لتطبيق القانون، بدء من جواز تقييد حرية الفرد إلى تفتيش مسكنه وأخضاعه لإجراءات التحقيق والاستجواب والمحاكمة، ونهاية بإنزال العقاب به الذي قد يسلبه الحق في الحياة ذاتها. فكان لابد أن ينتظم القانون ضمانات تكفل الفرد حقوقا غايتها عدم تجاوز السلطة حدودها وهي بصدد تطبيقه، من حيث ما يقتضيه الحد الأدنى من حقوقه الإنسانية من ناحية، ومن ناحية أخرى ضمان بلوغ تلك الإجراءات غاية القانون وهي الحقيقة والعدالة. وأساس حقوق المتهم هو الدستور، فالنصوص الدستورية بما لها من مقام الصدارة في قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، اهتمت الإنسان في نموذجه الفردي، فبعد أن وضعت له ضماناته الأساسية في ممارساته الخاصة فيما يصب في جانب الحريات بجميع أنواعها، لجل الدستور وهو في معية إعلانه عن قانونية الدولة وهي في إطار تعاملها مع أفراد المجتمع يستبق استعراض سلطات الدولة ومجالسها النيابية ببيان وافٍ لحقوق الفرد في باب مستقل هو الباب الثالث المعنون الحقوق والواجبات العامة. وبطبيعة الحال كان لابد من استعراض التجربة البحرينية في مجال تطبيق معايير حقوق الإنسان من خلال ورقة العمل التي تقدم بها العقيد الركن الدكتور حمد بن محمد الخليفة مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، وتناول فيها كذلك تنمية المهارات والقدرات مع التركيز على تغيير الاتجاهات والدوافع لدى رجال الأمن. هناك الكثير نقدر أن نستفيد منه في الإعلام لخدمة العمل الأمني، سواء لإنجاع العمل الأمني أو لنشر نجاحات سابقة للعمل الأمني. فالإعلام الذكي هو الذي يساعد العمل الأمني على النجاح. على سبيل المثال تجمعنا اليوم، إذا في إعلامي ذكي وخبيث يقدر أن يسوي تجمع سيء والعكس بالعكس. وسائل الإعلام تعددت، المهام الملقاة على عاتق رجل الأمن زادت، إذن يجب علينا أن نبين الإيجابيات التي تحدث من قبل رجال الأمن ومنفذين القانون ونركز على الإيجابيات. كذلك يجب علينا أن نعزز النجاحات، كما يجب علينا أن ننقد الأخطاء نقدا بناء وليس نقدا هجوميا. يجب أن يتوفر عندنا في الإعلام الأمني فريق خاص لصناعة الخبر. كان مهما الحضور الإعلامي في هذا الملتقى، إذ لا يخفى على أحد أهمية الآلة الإعلامية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار ترأس المقدم محمد بن دينا مدير الإعلام الأمني حلقة نقاشية أكد في مستهلها أنه من حسن الطالع أننا نعيش في مجتمعات آمنت بالحقوق والحريات انطلاقا من تعاليم ديننا وقيمنا العربية الأصيلة، وقال نقف اليوم أمام محور
أساسي يهم كل فرد ومجتمع، وهو حقوق الإنسان، والدور الذي يقوم به الإعلام من أجل الحفاظ على حقوق وكرامة الإنسان في ظل التطورات التي شملت حياة الفرد. ومن حسن الطالع أننا نعيش في مجتمعات آمنت بهذه الحقوق والحريات انطلاقا من تعاليم ديننا وقيمنا العربية الأصيلة، والتي أرست بين أفرادها نهجا اجتماعيا من الفضائل تستحق الاحتزاز بها. لذلك فإن ثقافة حقوق الإنسان تشكل واحدة من أبرز مقومات مجتمعنا العربية، ومن منطلق هذه الثقافة يبقى الإعلام وبمختلف أشكاله ووسائله داعما رئيسيا في ترسيخ هذه الحقوق والحريات، وهو ما يحمله مسؤولية كبرى في الدور الرقابي والتنويري، ليس فقط كونه حارسا على حماية هذه الحقوق والدفاع عنها، وإنما ليقوم بدوره التثقيفي والتوعوي في هذا المجال، وهي مسؤولية رئيسية لإعلامنا العربي يجب ألا يتخلى عنها أو يهملها أو يهمل جزءا منها. هكذا تبدو حقوق الإنسان ذات أبعاد ومنابع دينية وأخلاقية وقانونية، وتستند في مبادئها إلى ثقافتنا الإسلامية والعربية، وليس هذا الملتقى إلا واحدا من بين أطروحات عديدة تقدمها مملكة البحرين في إطار انفتاحها الحقوقي والحضاري، ودليلا على أن منظومة القانون والدين والأخلاق تشكل البوابة الحقيقية لحقوق الإنسان.